على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن يومنا هذا هو يوم الحج الأكبر، حيث يقضي فيه الحجيج كثيرا من أعمال الحج. إن يومنا هذا عباد الله هو يوم النحر، أعظم أيام الدنيا، حيث أكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيام عند الله تعالى يوم النحر، وإن أفضل عمل يتمر به المسلم في هذا اليوم عباد الله أعظم الأيام هو إغراق الدم، هو إغراق دم الأضاحي. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم إنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وقرونها، وإن الدم يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض تطيب بها نفسا. نعم عباد الله، شعيرة عظيمة هي سنة الخليلين إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، سنة الأضحية. ولذلك عباد الله، سنة الأضحية تؤكد لنا وتبين لنا أنه ينبغي على المسلم أن يكون حياته كلها لله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نعم عباد الله، المسلم كله لله تعالى، والمسلم عباد الله يخلص طاعته جميعها لله تعالى. قال تعالى: فصلوا لربك وانحر. صل لله تعالى أولا، ثم بعد ذلك انحر هذه الأضاحي، فإن هذه الأضاحي أعظم شعيرة يقوم بها مسلم عباد الله في هذا اليوم. فإن كانت الصلاة عباد الله هي أفضل الطاعات البدنية، فإن شعيرة الأضحية هي أفضل الطاعات المالية. سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. لذا ونحن في هذا اليوم عباد الله نتذكر جميعا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو أفضل نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الذي وصف